الأستاذ محسن سرحان رئيس التنفيذي لبنك الطعام وعضو التحالف الوطني. العديد من الشاحنات استمرت لأيام أستاذ محسن أمام المعبر انتظارا لهذه اللحظة. حدثنا عما يعني مررتم به من تفاصيل وصولا إلى اليوم وبدء دخول المساعدات. صباح الخير عليك طبعا الأول وعلى المصريين كلهم. طبعا أيام صعبة، النهارده اليوم التاسع يعتبر. نعم. يعني انا والفريق بتاعي من بنك الطعام، ومش بس بنك الطعام، انت عندك كل جامعات مصر، ويعني الاف المتطوعين كانوا معانا، ومن كتر بقى يعني بقى احنا خلاص يعني بيتم كل مره يعني نتعشم ان احنا هنخش، وبعدين الجانب يعني المعتدي يقعد يضرب على طول قنابل حوالين المعبر، يعني ارهابنا، وان احنا لو دخلنا ممكن نتضرب احنا كمان. فقررنا ان احنا من 3 ايام نخش على حصان مفتوح امام البوابه. طبعا امبارح لما جه انطونيو جاتريس الامين العام للامم المتحده، ويعني القى خطبه، وبعدين لقيناه ماشي تاني، فطبعا كان حاجه في قمه الاحباط. اكيد. لان احنا دلوقتي يعني انا بالنسبه لي ترجمتها ان السلطه الاعلى للسلام في العالم كله مش قادره يعني تقنع الدوله المعتديه انها يعني تسكت حتى عن القتل لدقائق ولا لساعات ندخل المساعدات، حتى اعلى سلطه في السلام في العالم مش قادر ان هو يوقف القتل. فكان الموضوع محبط جدا. الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا دلوقتي يعني نبدا ندخل شحنات المساعدات الطبيه، وطبعا هو ده الصراحه دي الاولويه طبعا. اكيد المساعدات يعني الدوائيه. وصلنا لمرحله هناك يعني طبعا على طول مع اتصال مع الجانب يعني الفلسطيني، مع المستشفيات تحديدا ومع الجهات الاغاثيه الثانيه زي الصليب الاحمر والانروا. فهو طبعا اول حاجه بالنسبه لنا احنا ما عندناش بنج، بالنسبه لنا بنعمل عمليات من غير بنج. وما عندهمش مضادات حيويه حقن اللي هي بتاعت حتى للعمليات، وما عندهمش اصلا مستلزمات جراحه. وصلوا لمرحله ان هم كمان عايزين معدات يطلعوا يعني الشهداء بتوعهم من تحت الانقاض، ما عندهمش معدات فبيسيبوهم. موضوع يعني فعلا ماساه انسانيه يعني على مرمى ومسمع من العالم كله، والدول الغربيه واضح انها ما عندهاش مشكله. فيعني الصراحه الإنسانية بتتعرض لقتل هي نفسها. طيب التنسيق فيما بينكم أستاذ محسن، يعني بنك الطعام والعديد من المنظمات، مئات الشاحنات أمام المعبر كانت منتظرة كل هذه الأيام، الأولوية في دخول المساعدات الدوائية، هل قمتم بالتنظيم فيما بينكم بما أنها جهود تطوعية؟ طبعا احنا خدي بالك احنا بقالنا دلوقتي احنا كلنا في التحالف الوطني العام العالي التنموي، وبقالنا دلوقتي يعني اكتر من سنه، يعني داخلين على سنتين كمان ان شاء الله في التحالف. فاحنا يعني خلاص اتدربنا كويس ان احنا نقدر نشتغل مع بعض كوحده واحده. يعني انا مش عارف انت جالك فيديوهات او صور من امبارح واحنا بنعيد بقى يعني ترتيب الشحنات ونشيل من هنا ونحط من هنا. المواضيع خلاص بسيطه جدا، والناس دي بقالها خدي بالك يعني 10 ايام عايشين اكلين يعني شاربين مع بعض. يعني انا دوما اتوقف استاذ محسن امام يعني المسمى الذي يعني اطلق على يعني المتطوعين امام المعبر، المرابطين، يعني هم مرابطون حتى الاغاثه. يعني العنوان يعبر عما تقوله وعن الحاله التي كانت متواجده بينكم. ما هم هناك خدي بالك برضه، هم هناك الناحيه الثانيه في غزه وبالذات في الشمال، الناس دي عمال كل يوم بتضرب فوق دماغها بقنابل. نعم. وبعدين هم مش عايزين يمشوا من بيوتهم وقاعدين، وقالوا هنموت. طب احنا يعني على الاقل نقعد احنا بقى في السلم عندنا في بلدنا زيهم، بس نقعد على المعبر كده لغايه ما ندخل لهم الامانات. الدعم المصري يعني الطبيعي وتاريخي للاشقاء الفلسطينيين. اشكرك استاذ محسن سرحان رئيس التنفيذي لبنك الطعام وعضو التحالف الوطني.